بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وبه نستعين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. توعية الجيل هذه مهمة عظيمة، أسأل الله عز وجل أن يقيض لها رجالا ونساء يؤدون هذا الدور، فهذه ثغرة لابد أن تسد. والصحابي الجليل لما سأل النبي عليه الصلاة والسلام وقال له أوصني يا رسول الله، قال له أنت على ثغرة من ثغور الإسلام، فاحذر أن يؤتى الإسلام من قبلك. فتكالبت الأمم على أمتنا العربية والإسلامية كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة على قصعتها. فلعل هذا الحديث النبي عليه الصلاة والسلام يعني تجسد في هذه الأيام، فوجب علينا نحن كدعاة لنرفع التحدي، ويعني أصحاب هذا الميدان لا بد أن يتقنوه وأن يخلصوا في عملهم لإنقاذ الجيل، جيل الشباب والشابات من الأمة العربية والإسلامية. فقناة الأنيس قناة مباركة فيما تقوم به من توعية وتصحيح مفاهيم خاطئة، ويعني إرجاع الأمة العربية والإسلامية إلى مجدها وإلى رقيها. فنسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لأن نؤدي هذا الواجب، وما ذلك على الله بعزيز، فهذا واجب عظيم، لعلها الصدقة ولعلها الحسنة التي يثقل بها الله عز وجل بها موازيننا. وأختم كلامي بكلمة قالها بعض الشباب، بعض الشابات في مرة من المرات، دعينا إلى إلقاء كلمة في مناسبة من المناسبات، فيعني كان شغل آخر يعني وكأننا اعتذرنا، فكتبوا لنا هذه الكلمة، كتبوا ربما الكلمة التي تدخلك الجنة لم تقلها بعد، ربما الكلمة التي تدخلك الجنة لم تقلها بعد. وهذه في الحقيقة رسالة عظيمة جدا، فوجب علينا أن نرفع التحدي. والله عز وجل قال والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. فلا بد من تضافر الجهود، ولا بد من رفع التحدي للحفاظ على دولتنا وللحفاظ على وطننا وللحفاظ على ديننا. هذا من الواجب الذي نراه يقتضيه الشرع والدين. نسأل الله التوفيق، نسأل الله السداد، وفقنا الله وإياكم لما فيه الخير. السلام عليكم.